رغم كون النفقة حق من حقوق الزوجة، إلا أنه يوجد عدد من الحالات المعينة قد يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على هذه النفقة. كثير من النساء يجهلن ذلك طبعا هذا الموضوع وهذا القانون. فللحديث أكثر عن هالموضوع مشاهدينا ينضم لنا عبر سكايب الأستاذ نايف المنسي، محامي وعضو النيابة العامة سابقا. يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذ نايف. أهلا، تحية لك وللسادة المشاهدين. شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا لهذا اليوم. لذلك خلينا نتكلم أستاذ نايف عن حق الزوجة في النفقة، وفعلا هل هو يعتمد على الزوج في النفقة كحق قبل ما نتكلم عن سقوط هذا الحق؟ تفضل. طبعا هو حق، النفقة حق، والنظام قرر أنه حتى في حال أن الزوجة كانت موسرة أو غنية أو عندها مال فإن نفقتها تجب على زوجها، يعني سواء كان بالاتفاق أو بغير الاتفاق، صحيح؟ طبعا إحنا لما نتكلم في هذا الموضوع لازم نأصل هذه النقطة. الآن بالاتفاق كل شيء يكون بين الزوجين وفي الأمور، لكن إحنا لما نتكلم الآن في الحقوق نتكلم عند النزاع، عندما يصير في اختلاف، عندما يصير في قضاء، صحيح؟ فنبدأ نحط الحقوق ونبدأ يعني نجيب الأمور هذه اللي هي المشددة على الطرفين. لكن في حال الاتفاق والتفاهم فالحياة تمشي بحسب ما يعني، حتى ممكن بعض الحقوق يتم التنازل عنها في داخل الحياة الزوجية. صحيح. الزوجية أصلا حقي وحقه الطريقة هذه. لا طبعا احنا عندما نتحدث عن النفقه لازم نفهم اول شيء النفقه ما هي، يعني ايش تتضمن النفقه، ايش معنى نفقه. نظام الاحوال الشخصيه حدد النفقه بخمسه اشياء: الطعام والكسوه والمسكن والامور الضروريه التي يقرها العرف والامور التي تقر بموجب انظمه. بمعنى اشرح لي ايش هي الامور اللي يقرها العرف او الانظمه؟ يعني خلينا نقول مثلا الامور اللي يشملها العرف، لان احنا ما ذكرنا مثلا العلاج. تمام. وحتى في بعض الفقهاء في التراث الفقهي عندنا قال انه العلاج لا يلزم كذا الى اخره، وفي اراء فقهيه في هذا الكلام. فالنظام عالج هذا الموضوع بانه الامور الضروريه التي تقرر عرفا، فالعرف اليوم يقر بانه الزوج يجب عليه ان ينفق على علاج زوجته مثلا، هذه من الاشياء التي تجب بالعرف طليقة ادخلها النظام. يعني لا احنا ما نتكلم عن الطليقه الان، احنا الان نتكلم عن النفقه الكامله. الطليقه لها طبعا هو اذا قرر للطليقه الطليقه، يعني حندخل في موضوع ثاني بس خليني اخلص في هذه عشان نرجع. طيب. للطليقه يعني هي استاذ نايف فيها كثير من التفاصيل، انا لهذا السبب احاول اني افندها، لاني على يقين ان كل حاله لها يعني زي ما ذكرت نفقتها الخاصه بها، سواء كانت النفقه هذه في حالة الزواج أو في الانفصال وكانت المطلقة تقوم بتربية الأبناء. فيهمنا أنه إحنا نعرفها من الجوانب الشرعية وماذا يكفل القانون والنظام هنا في حق الزوجة وهي على ذمة الرجل، وما بعد ذلك يعني متى تسقط النفقة إذا كانت منفصلة. بالعودة لك أستاذ نايف، نرجع لموضوع النفقة للمرأة المتزوجة. طيب الان انا بس انقطع الاتصال خفيف، فانت لما نتكلم الان عن النفقه للمراه المتزوجه. نعم صحيح. ايوه احنا قلنا هذه النفقه الان طبعا هي لا تختلف بالنفقه المتزوجه غير المتزوجه، يعني هي النفقه واحده. لكن راح نفصل في احكام الطلاق ومتى يعني المطلقه يكون لها نفقه ومتى ما يكون لها نفقه. فوقفنا احنا اخر شيء عند ما تقره الانظمه طبعا رقم 5، لو جاء اي نظام وقال ان هذا من النفقه ايضا هو يدرج ضمن العناصر الاربعه الاخرى التي تجب فيها النفقه. بالنسبه للمراه المطلقه طبعا احنا نعرف ان المطلقه نوعين، في المطلقه الرجعيه هي اللي يمكن لزوجها ان يراجعها في فتره العده، وفي المطلقه البائن اللي هي استكملت عدد الطلقات واصبح لا يمكن لزوجها ان يتزوجها حتى تنكح زوجا اخر. فالمطلقه الرجعيه لها نفقه في فتره العده، طول ما هي في فتره العده يجب لها النفقه مثلها مثل الزوجه تماما. اما المطلقه البائن فما يلزم للزوج عليها اي نفقه. نعم واضح. نعم. جدا أستاذ نايف. طيب أيضا خلينا نتكلم عن الحالات واللي ممكن أنها تسقط فيها النفقة حتى لو أن الزوج كان قادر ماديا.
اي طبعا النظام حدد هذا بعناصر. الامر الاول في حال امتناع الزوجه عن العلاقه الجسديه فهذا يسقط عنها النفقه. الحاله الثانيه اذا امتنعت الزوجه عن الانتقال للسكن في مسكن الزوجيه هذا ايضا يسقط عليها عنها النفقه. كذلك لو انتقلت الى مسكن الزوجيه لكنها امتنعت عن المبيت في مسكن الزوجيه فايضا هذا يسقط عنها النفقه. كذلك يسقط عنها النفقه في حال امتنعت عن السفر مع زوجها فايضا هذا يسقط عنها النفقه، يعني مثلا لو سافر عده اشهر مثلا وامتنعت هي من انها تسافر معه ففي هذه الاشهر اللي هو سافر فيها لا يلزم الرجل ان ينفق على امرأته في هذه الفتره. يعني عندنا اربع حالات تسقط النفقه عن الزوجه. طيب ماذا عن الزوجه اللي تمنع زوجها من دخول منزل الزوجيه بنيه العقاب؟ يعني ما تبغى تدخل البيت هي زعلانه عليه. في بعض يسويها. طبعا هذا يعتمد على انه البيت يعني هو ملك من البيت؟ ترتبط بامر اخر، يعني اذا كنت صاحبه البيت مالكه للبيت هذا موضوع ثاني. اي طب يلا حلو هذا حلو حلو هذا هذا المثال. انا صاحبه البيت. ايه وزعلت عليه ما ابغى ادخله أيه. البيت هل ما ينفق عليه أيه. ما يبعث لي مصروف على سبيل لا ما هنا دخلنا في موضوع المبيت. هي الان أيه. دخلت في عنصر ان هي امتنعت عن المبيت بس بطريقه اخرى منعته هو من المبيت. صحيح هو انطرد المسكين وصار هو الان اللي هي منعته من المبيت فايضا تسقط عنها النفقه. تمام نعم طيب ايضا خلينا نتكلم عن الامراه المطلقه. حضرتك تفضلت استاذه نايف في البدايه وقلت حتى المطلقه ممكن انه يكون في بعض الاحيان تجب عليها النفقه، فلو تذكر لنا الحالات والتي يجب على الزوج النفقه على زوجته المطلقه. هي زي ما قلنا ان حاله اذا كانت المطلقه رجعيه يعني انه لها عده اللي هي ثلاثه قروء او ثلاث حيضات على حسب الخلاف الفقهي. نعم. فخلال هذه الفتره يكون لها المطالبه بالنفقه لان هي زوجه تعتبر ما خرجت من 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 ذمته يعني حتى شرعا لو انها توفي في هذا انها ترث في هذه الفتره يعني ان هي زوجه تامه وهو يستطيع ان يرجعها في اي لحظه بدون عقد. صح يستطيع صح. انه يراجعها فهي في هذه الحاله حكمها تماما مثل حكم الزوجه ولها النفقه كامله. طيب لا بس انا اقصد استاذ نايف لو 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 كانت يعني مطلقه وخلاص انتهت من العده وكل شيء، لو كان معاها الاطفال او تربيهم هل تجب على الزوج النفقه او لا؟ هنا اذا انتهت العده تجب النفقه للزوج على اولاده فقط ليس عليها هي. هي ممكن تأتي بالتبع في حال أنه يؤمن المسكن مثلا لأولاده فهي تكون بالتبع مع الأولاد لكن هي ليس لها نفقة في حال أنها طلقت، لكن النفقة فقط تقرر لحق الأبناء الذين هي تحضنهم في حال إذا كانت هي حاضنة لهؤلاء الأبناء، أما هي ما ليس لها نفقة إذا انتهت العدة. أستاذ نايف يعني في نقطة تفضل في نقطة أخرى اللي هي يعني أن بس إن كان استبقت الأحداث اللي هي طيقة النفقة يعني وكذا فإذا هي في بند آخر أن لا أستعجل لا استرسل تفضل أستاذ نايف. طيب عندك الله يحفظك اللي هو يعني أن بعض الأزواج يصير في اتفاق على ما يسمى بالراتب الشهري، يعني الآن أصبحت موضة شوية موضوع بعض حتى الزوجات تبدأ تطالب تقول أنا أبغى راتب شهري أو أبغى نفقة شهرية، فهذه في الحقيقة ما تلزم الزوج بهذا الشكل لأن النظام حدد بأن النفقة تكون في الأمور اللي ذكرناها الأمور الخمسة اللي هي الطعام والكسوة والكذا، فهو إذا وفر الطعام ووفر الكسوة ووفر المسكن ما يلزم عليه أي أمور مالية، لكن لو تم الاتفاق فيما بينهم على انه يخصص لها مثلا مبلغ شهري بحيث انه يترك هذه الامور كلها ولا يتدخل فيها، يعني ما عاد يشتري لها ملابس، ما عاد يشتري لها طعام، ما عاد يشتري لها شيء خاص، هي تقوم بهذه الامور من خلال هذا المبلغ. فهذا ممكن، او انه يجزأ مثلا يعطى حق الملابس مثلا اموال، ما يروح يشتري الملابس، يعطيها اموال مثلا للملبس. طيب يعني زي ما ذكرت يعني في اشياء بتصير هي موضه مستحدثه بسبب التغيرات اللي قاعدين بنعيشها، وواحده من ابرز التغيرات واللي بنسمعها كثير دكتور نايف انه المراه اذا كانت موظفه بالعاده الزوج يجي يقول لها ما انت عندك راتبك ليش انا اصرف عليك؟ يعني هنا كيف تفضل.
اي هذا موضوع كبير، وانا سبق اثرته في روتانا يعني في حلقه كامله كانت عن انه يعني انه في حال اذا كانت الزوجه موظفه، انا كان لي وجهه نظر في هذا انه اذا كانت الزوجه بتستهلك من وقتها، لان احنا شايفين النظام بيقول انها اذا لم تبيت في المسكن، اذا لم تنتقل للمسكن، يعني وجودها في المسكن الأمر نظامي وحرص على النظام، فإذا هي كانت تغيب عن المسكن 10 ساعات أو 12 ساعة من أجل الدوام، فهذا يعطي للزوج الحق بأنه يطالبها مثلا كأدبيا، يعني احنا نقول إيه الآن نظاما لم يقر هذا الأمر، لكن هو قد يكون في قيد الدراسة وقد يقرر مستقبلا بحسب الأوضاع، لكن هو يعني أدبيا يعني يفترض بأن المرأة تراعي هذا الأمر، لأنك أنت بتغيبي عن المسكن في العمل فترة طويلة ثم تعود يعني تحتاج إلى نوم، تحتاج إلى راحة، فهذه الفترة كلها من حق الحياه الوقت الزوج وكذا. طبعا هذا الموضوع في سيدتي انطرح مشكله كبيره، لكن يعني انا بس بدها تديني فرصه عشان ارد، بس ماني حابه ارد، حابه اسمعك للهجوم انا، لكن لا ما فيش هجوم، انا هنا اتكلم. انا عجبني انك قلت في البدايه هذه وجهه نظري، احنا هنا نتكلم عن وجهات نظر. يعني انا شخصيا اجي اقول لك ادبيا، طالما انا موظفه ومقصره في بيتي بساعد في 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 هذا البيت، في مصروف البيت، هذا ادبيا، لكن انا هنا اتكلم من ناحيه شرعيه، من ناحيه نظاميه، هل تسقط النفقة على الزوجة الموظفة؟ حاليا لا تسقط أبدا، ولا أنها تنقص حتى منها، لها نفقتها كاملة، ولا يطالبها أيضا حتى بشيء من أموالها، يعني حتى لو كان راتبها 20,000 مثلا ما له شيء من هذا، لكن نقول إحنا من ناحية أدبية أنه أنت بتغيبي عن المسكن وبتقصري، يعني من واجب فيه تقصير بيحصل ضروري، يعني أي امرأة بطبيعة الحال أنه بتغيب فترة طويلة، فمن حسن العشرة وحسن المودة والرحمة بين الزوجين أنه يكون في مشاركة في حال وجود هذا الأمر، لكن ناحية القانون والشريعة فلا، النفقة تجب للزوج حتى لو كانت الزوجة موسرة أو غنية. إحنا هذا اللي يهمنا، إحنا الشريعة طبعا والقانون، ولكن من ناحية أن أدبيا وما أدبيا، يعني أنا حسيت أنه العش الزوجية أو الحياة الزوجية مثل الدوام، إذا هي غابت 4 ساعات أنا بأخصم عليها، مو صحيح أستاذ نايف إذا تسمح لي، يعني أنا أعتذر منك على هالرد، ولكن فعلا يعني أنا أشوف بالعكس والله اليوم الأمهات الموظفات انهم يعطون تحس بالذنب فترجع بكل ما فيها من مشاعر وحب لرجلها وبيتها وعيالها. يعطيك العافيه، لا ليش تحس بالذنب هي اذا كان هذا الامر طبيعي واعتيادي؟ مش تحس بالذنب، لا بس هي قاعده تحاول. طب في امها او في زوجات ممكن انها ما تقعد 10 ساعات في الدوام لكنها نايمه ولا قاعده على جوالها 10 ساعات يا استاذ نايف، يعني نشوف امهات او نشوف زوجات للاسف، صحيحني وانا غلطانه اذا كنت غلطانه، انه ممكن ما تداوم ولا تدرس ولا تسوي شيء، ولكن ما تدري لا عن الزوج ولا عن عيال ولا أكلهم ولا شربهم ولا نظافة بيتها ولا أي شيء من هالقبيل، ولكن في اليد الأخرى أو في الجانب الآخر ممكن تلقاها موظفة وأم وزوجة وأخت ومدرسة وممرضة وكل شيء، هو يعتمد على الشخص نفسه، ولكن في ناس ممكن يكون عندها تبلد، فهذه اللي عندها تبلد، أنا الحين بجيك، هذه اللي عندها تبلد، هذه الإنسانة الغير موظفة خلنا نقول، ولكن مهمله أكيد. ما هي موظفه، هي قاعده في بيتها فقط، انه هذا الوقت يعني ان هذا هي بتبذل وقت من أكيد. حياتها للغير في الخارج، يعني ولكن يعود على صحيح استاذ نايف، ولكن اذا تسمح لي يعني طيب خلينا الان من موضوع هذه الموظفه او الانسانه او الزوجه اللي تقضي معظم اوقاتها او ساعات اليوم خارج المنزل، طب المراه اللي موجوده في المنزل فيزيائيا موجوده هي بس حقيقيا ما هي موجوده، يعني لا هي قاعده تدرس ولا تربي ولا تهتم ولا تهتم لا في زوجها ولا عيالها، يعني هل هذه كمان تسقط عنها النفقة بما أنها قاعدة 20 ساعة في اليوم على جوالها والأربع ساعات الباقية نايمة ولا مع صحباتها ولا أيا كان؟ لا، هو أي تقصير يحصل يحق للطرف الآخر أن يطالب بسداد هذا التقصير، يعني حتى حينما الآن الزوج يقصر في النفقة مثلا، أنه يستطيع أن يحصل على وظيفة جيدة ثم هو لا يحصل عليها ويعيشنا في حياة مثلا مستواها ضعيف، يحق للزوج هنا أن تعترض عليه، وممكن حتى في بعض الحالات أنها تذهب وتطالب مثلا بإنهاء العلاقة أو تعديلها أو شيء من هذا، فكل قصور من أي من الطرفين يحق للطرف الآخر أن يطالب فيه، فإحنا من هذا الباب نقول إذا قصرت هي سواء كانت مقصرة من ذاتها أو مقصرة بطبيعة أنها بدأت دخلت في أعمال ودخلت في وظيفة فأصبح هناك في تقصير، فمن حق الطرف الآخر أنه يسألها عن هذا التقصير وكيف معالجة هذا التقصير، فأحيانا يكون من معالجة هذا التقصير أنه يساهم معك
في نفقات المنزل. فهذا يكون فيها ترضية للطرفين، يعني أنا هذه وجهة النظر. طيب أستاذ نايف، أبغى أرجع لنفقة في حالة الطلاق، نفقة الأولاد. إذا كانت الأم هي الحاضنة، على حسب علمي وأبغى أتأكد منك هذه المعلومة، إذا كانت الأم تملك منزل ملك لها، فهنا الأب مش ضروري أن يوفر لهم مسكن، صحيح؟ نعم نعم، إذا كان لها مسكن هي موجودة فيه نعم، ما لكن هو القاضي طبعا، هذه كلها تحدد عن طريق القضاء يحدد هذه الأمور. وطبعا نسينا نقطة مهمة، أنه يراعى في النفقة حال المنفق والمنفق عليه. نعم يعني أيوة، يعني مثلا إذا رجل مترف تزوج واحدة مترفة، فهنا صح، النفقة تكون بالترف فيما بينهم. لكن لو تزوج شخص غير سنة غير مترفة، هو نعم مطالب منه بالقدر المعين أو العكس طبعا. نعم، فيراعى دائما حال المنفق وسعة حال المنفق عليه وسعة المنفق. نعم. أيضا في نقطة جدا مهمة أستاذ نايف، واللي هي مثل ما تفضلت قبل، قلت أن ممكن النفقة تكون في حال كانت مطلقة وكانت محتضنة لأبنائها، هو مجبر نظاميا أن ينفق على الأبناء وليس على الزوجة، تمام؟ ولكن ماذا إذا الرجل أو الزوج رفض هذا الكلام، أو مو رفض يعني ما سوى، ما أنفق عليهم لسنوات عدة، هل القانون عندنا اليوم ممكن أنه يلزم أنه يدفع بأثر رجعي؟ وإذا إيه، كيف ممكن يتم حسبتها نظاميا؟ يجوز طبعا، لكن وضع النظام حد لذلك، يعني أنا تطالب بأثر رجعي إلى حد معين. أنا ما يحضرني الآن، أظن سنتين أو سنة ما يحضرني الآن، لكن في فترة معينة تطالب فيها، يعني ما تطالب لعشر سنين سابقة مثلا، لا، يجب أن هي تبادر في المطالبة. مجرد ما أنه يمتنع عن النفقة تتجه مباشرة للمحكمة وتطالب، بحيث أنه ما يتراكم يعني الأمر. أكيد حنا كثير سعيدين بمداخلتك معنا اليوم، المحامي وعضو النيابة العامة سابقا الأستاذ نايف المانسي، شكرا جزيلا لك. وأنا حقيقة يعني فعلا كثير استمتعت في هذه الفقرة. مشاهدينا، بعد الفاصل الإقبال على تخصص علم الفلك ومخرجاته لسوق العمل بعد قليل.